أحسن الله إليكم. هذا السائل في برنامج أسأل المجموعة من الأسئلة، طالب علم يقول من قطر، أسأل فضيلة الشيخ أولا، إذا كان الشخص في الصحراء هل يقيم ويؤذن إذا كان يصلي الصلوات المكتوبة منفردا؟ نعم، يشرع له أن يؤذن ويقيم ولو كان منفردا، لما في ذلك من الأجر والثواب، فإنه لا يسمعه شيء مما حوله إلا يستغفر له. نعم.